السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم. دونك باش نكملوا في السيركوي اسي ليبر نو امورتي، في الفيديو هذا باش نشوفوا لا ريلاسيون اونتر لانتونسيتي اي دي تي دونك والشارج كيو دي تي. اوكي، دونك شنو هي الريلاسيون ما بيناتها؟ باهي احنا اش عندنا؟ عندنا الاكسبرسيون دونك نتاع كيو دي تي، دونك عندنا كيو دي تي اللي ايغال كي ماكس سينيس اوميغا زيرو تي بلس في دي كي. هكا ولا؟ B. Je n'ai l'intensité donc IDT. IDT égale dérivé de Q sur dérivé de T. Donc, je n'ai le dérivé dans l'expression de IDT. Voilà. B. Je n'ai pas de Q max constant. Donc, je n'ai pas de Q max. الديريفي نتاع السينيس الحكايه هذه كل دونك نعمل الديريفي نتاع الحكايه هذه ونخرجها لبرا. الديريفي نتاع الحكايه هذه دونك باش تعطينا اوميغا 0 دونك نكيتي فوا اوميغا 0 والديريفي نتاع السينيس دونك باش تولي كوسينيس. واضح؟ دونك نكيتي باش نعمل كوسينيس اوميغا 0 تي بلس في دي كي. اوكي باهي تو شوف باش نعمل باش نخرج من الحكايه هذه السينيس وحدها. اوكي دونك باش نخرج السينيس وحدها. واضح؟ دونك نكيتي عندي السينيس اوميغا 0 تي بلس في دي كي ايغال شنو؟ ايغال كي دي تي سير كي ماكس. هكا ولا؟ دونك من هذه خرجت السينيس. باهي اش باش نعمل؟ باش نعمل نفس الحكايه هنيك هذي، اما تو باش نخرج الكوسينيس. دونك باش نعمل كوسينيس اوميغا 0 تي بلس في دي كي ايغال شنو؟ اي دي تي دونك لانتونسيتي اي سير كي ماكس اوميغا زيرو. واضح؟ دونك باش نحاول نحكي هذه من هنا. اوكي باهي تو عندي سينيس وكوسينيس شنو باش نعملهم هذوما الزوز؟ باهي اش عندنا احنا في المات؟ في المات عندنا سينيس كاري دي اكس بليس كوسينيس كاري دي اكس اللي يقال ان. اوكي دونك تو باش نطبق الحكايه هذه على هذوما الزوز. واضح؟ دونك اش باش نعمل؟ باش نعمل سينيس كاري دو اوميغا 0 تي بلس في دي كي بلس كوسينيس كاري اوميغا 0 تي بلس في دي كي. يعني كاتي معناها خديت الاكس هي الاوميغا 0 تي بلس في دي كي. واضح؟ الكلها اللي يقال ان. اوكي باهي تو اش باش نعمل؟ باش نعوض السينيس دونك بالحكايه هذيا باش نعوض الكوسينيس بالحكايه هذي. واضح؟ دونك مش يولي عندي؟ باش يولي عندي كيما هكا كي دي تي سير كي ماكس كلها او كاري بليس الاي دي تي سير كي ماكس اوميغا زيرو كلها او كاري اللي قال ان. هكا ولا؟ باهي تو نحل الكري دونك باش تولي لي كيما هكا كي دي تي او كري سير كي ماكس او كري بليس الاي دي تي او كري سير كي ماكس او كري اوميغا زيرو كري كلها اللي قال ان. واضح؟ كلها ايكال ان. باه نهبطو تو نكملو. خلينا تو من ليكواسيون هذه دونك نحاول نشوف الفارياسيون نتاع لانتونسيتي او كاري اي او كاري اون فونكسيون شنو؟ اون فونكسيون الكي او كاري. اوكي دونك باش نحاول نخرج الاي او كاري اون فونكسيون الكي الكي او كاري. واضح؟ باش تو باش نعمل دونك باش نحول الحكايه هذه من جهه اخرى من تل الان. اوكي دونك باش تولي لي كيما هكا ليكواسيون الاي دي تي او كاري سير كي ماكس او كاري اوميغا زيرو كاري ايغال دونك عندي الان منه باش نجيب الحكايه هذه من هكا دونك باش نزيدها سيني موا. واضح؟ دونك باش تولي موا كي دي تي او كاري سير كي ماكس او كاري. اوكي باهي تو واش مازال يلزمني نحل الحكايه هذه. اوكي دونك يلزمني نحل كي ماكس او كاري اوميغا زيرو كاري. هاكا علاش هاني كاتي باش نضرب الجماعه الكل دونك في كي ماكس او كاري اوميغا زيرو كاري. واضح؟ دونك باش تولي لي كيما هكا الاي دي تي او كاري اللي ايغال دونك كي ماكس او كاري اوميغا زيرو كاري موا اوميغا زيرو كاري كي او كاري كي دي تي او كاري.
Voilà. Donc, à la fin, on a qui est notre fois qui max au carré. Donc, je vais une simplification. OK. Donc, égal, l'oméga 0 en facteur. Donc, oméga 0 carré. Qui max au carré. Moins qui dt pour le au carré. Voilà. Donc, l'i au carré, en fonction de qui au carré égale à chenou, égal oméga 0 carré. Qui max au carré. Monkey au carré. Ok. Donc, il y a l'expression ta l'i au carré, donc l'intensité au carré en fonction qui au carré. Voilà. Ben, qui est de chenille de vap donc? Qui est de hier, c'est une droite affine, donc égale à qui au carré plus b avec l'a, il y a moins oméga 0 carré. Ok. Donc, il y a l'a. هذه الـ A مو أوميغا 0 كاري والـ B هي كي ماكس أو كاري أوميغا 0 كاري واضح دونك الكورب متاع الـ E أو كاري أن فانكسيون الـ كي أو كاري دونك شطالي دروات أفين واضح دونك دروات أفين معناها كيما دروات نرسمها في المات دونك اللي هي ديكواسيون AX plus B واضح يعني كيت الـ A دونك خرجناه يعني كيت مو أوميغا 0 كاري البي كيف كيف خرجناها كي ماكس كاري اوميغا 0 كاري والاكس هي نيكيتي اكس هي الكو كاري واضح دونك هذه الاكس نتاع واضح باه احنا عندنا دونك الكي ابارتيان موا كي ماكس بلس كي ماكس هكا ولا دونك كي كاري ابارتيان 0 كي ماكس كاري اوكي دونك ديما كيضل عندي اكس ابارتيان مونزا ا الاكس كاري باش تولي ابارتيان 0 ا واضح دونك هني كي عندي كي ابارتيان مون كي ماكس بلس كي ماكس دونك كي كاري باش تولي ابارتيان 0 كي ماكس كاري باش نجم نرسم الكورب نتاع الاي او كاري دونك باش نحسب الاي او كاري دونك وقت تضل كي ايغال 0 دونك كي كاري ايغال 0 باش نشوف الاي كاري ايغال شنو باش نشوف الاي كاري وقت تضل كي كاري الي ايغال اكي ماكس كاري دونك ايغال شنو واضح بالنسبه لي كي دونك كي نعوض الكي كاري بالزيرو دونك باش تقعد لك الحكايه هذه واضح دونك باش تطلع لي كيما هكا كي ماكس او كاري اوميغا 0 كاري موا اوميغا 0 كاري و 0 دونك ناخذ كي كاري ايغال 0 واضح دونك باش تطلع لي كي ماكس او كاري اوميغا 0 كاري واضح باه وقت تدلي كي كاري يقال كي ماكس كاري دونك باش تولي كي ماكس او كاري اوميغا 0 كاري موا شنو موا اوميغا 0 كاري فوا كي ماكس او كاري واضح دونك يقال 0 دونك تو نجم نرسم الكورب نتاع الاي او كاري اون فونكسيون كي كاري دونك كي باش نعمل كي او كاري en colonne au carré, donc c'est l'unité. Niquez de bichna amlo, l'i au carré, donc l'unité ampère au carré. Voilà. Ben, bichna akhdo hedi, hi ki max au carré. Donc hedi ki max au carré. Voilà. Ben, mazaltenna donc, yizimna akhdo l'i max au carré. Par exemple, akhdo l'i max au carré, donc niquez. Hedi ya, l'i max au carré, il hi égal ki max au carré. Oméga 0 carré. Voilà. Ben. Donc, on a fait 0. L'i au carré, elle est égale qui max au carré, oméga 0 carré. Donc, il y a le point là où. Donc, point là où, je te connais niqué. Le point fin, est donc, fil qui max au carré. Donc, on va dire que qui carré égale qui max carré. Donc, l'i au carré, je te connais égale à 0. Voilà. Donc, à calèche, le point fin, je te connais niqué. Donc, on a dit le courbe m'ta l'i carré en fonction qui carré. Voilà. Donc, je te connais droit à fil qui mec. Voilà. Donc, il y a une relation entre l'intensité I et la charge qui, inchallah, tu connais, on va voir, 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 on va vo